هلو، حبست برا. اليوم راح اخذكم واشوفكم وين اخذت اشيائي، لان I'm so excited. والله كلش متحمسه. هلو جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. طبعا اليوم بالشمس، بنص الشمس وياكم، بس حبيت اخذكم وياي نسوي فلوج. الشمس بعيني كلش ما دا اشوف. الشمس بعيني. طبعا كومو من عندكم مو مسويين سبسكرايب، سووا سبسكرايب. طبعا الجول مالتي اوصل 200 سبسكرايبر قبل ما يخلص الشهر العاشر. سو عندي كومو اشياء اسويها، بس اول شيء قهوه. هذا اسمه مكان، بس قاعدين نشرب قهوه. هذا كل اللي بسوي بعد ما نبلش اليوم. خالد لابس شفقتي طبعا، بالعافيه عليك. علي منو اطول؟ علي. جايز رجعت للبيت، بدلت طبعا، وراح اسوي وياكم اوت ميل اشتريتها وياكم الاسبوع الفات. طبعا كلش مشتهيتها، فخلي اشوف لكم شنو الوصفه اللي هسه انا دا اسويها. كلش طيبه، خاصه اللي يحب ياكل اوت ميل ويا مكسرات وعسل وهيك اشياء، فخلي اشوف لكم لان كلش طيبة. اول شيء اسويه احط نص جلاس. انا هنا عندي من هذا الميجرمنت كاب اللي استخدمه، هنا نص جلاس، فراح احط هاف كاب. طبعا تقدرون تحطون حسب الكمية اللي انتو تريدوها، بس انا اشوف نص كاب is really good وصدق يشبعني. وهسه راح احط كاب كامل مال مي، واني احب احط عسل، فراح احط شوية عسل حسب الكمية اللي انتو تريدوها، ووراها ادخلها بالمايكروويف لمدة دقيقتين. لما تصير الاوت ميل راح اقطع هاي التمراية، راح اقطعها to small pieces. وهنا عندي dried apricot اللي هو كوخ منشف. هذا انا استخدم تمراية وحدة، تقدرون انتو تستخدمون ثلاثة ايش قد ما انتو تريدون، بس انا اوريدي اكلت تمر. تقدرون تحطون اي نوعية فواكه مجففة انتو تريدوها. باعوا الشكل مالتها شلون صار، هسه طلعتها من المايكرويف. هسه راح ابلش اضيف الاشياء اللي انا اريدها. اللي يحبها كلش حلوة تقدرون تضيفون شجر، بس انا ما اريد. عندي هنا جوز، طبعا كلش قليل باقي عندي، راح استخدمه. هسه راح احط شوية almond butter. اخر شيء اضيف بعد عسل. طبعا اوتميل بعدها كلش حاره، فحطيت هاي، بس خلي اشوف لكم الشكل النهائي. الشكل يجنن وكلش طيب، يمي. انا طبعا كل شويه احب هيك اشياء، ما ادري صدق تشبعني. سو ريدي تو ايت، والله كلش جوعانه. هسه بس راح اقعد اتفرج اشياء، اتشيك ايميلي. شايفين من تسوون اكل لنفسكم ايش قد تحسون بالفخر؟ جان زحلقت. It's so good guys. اللي يحب حلو ومالح كلش وايد راح تحبون هاي الاكله. جايز طبعا عاجبني احط شويه مكياج، لان اريد اخص صور للانستغرام، فراح احط مكياج سريع بس يعدل من الشكل للصور، يو نو. وصار لي كل شوية حاطة فونديشن، فراح استخدم فونديشن، راح استخدم هذا فنتي بيوتي. من الصبح حاطة مرطب للوجه، وحاطة كريم مال عيون، وحاطة واقي شمس. فرجعت حطيت واقي شمس، لأن واقي شمس كل ساعتين يروح. يمكن صار لي أكثر من شهر ما حاطة نقطة فونديشن على وجهي، بس عاجبني اليوم أحط فونديشن لأن بشرتي مو بأحسن حال، you know what I mean. راح استخدم هذا ميبلين كونسيلر، اللون اللي استخدمه رقمه 130 130 ميديوم. طبعا دا اسوي مكياجي ودا اشوف لكم شلون اسوي مكياجي بدون رينج لايت، يعني ما عندي ضوء ودا استخدمه، لا
إضاءة كلش طبيعية اللي دا أستخدمها هسه، لأن راح تشوفون وين وديت ماتي رينج لايت. طبعا وصلت على واحد يوصلني باتشر من الأمازون. يس راح أخذكم اليوم أشوف لكم وين أخذت أشيائي، كلش متحمسة تشوفون. خلنا نخلص مكياج. دا أستخدم هذا البرونزر كالعادة، دا أسوي بيه كونتورينج وبرونزينج بنفس الوقت. جايز بعد خشمي شلون هيجي، بس أسوي كونتورينج للخشم يعني يصغر 3 درجات، ياخذ 3 يمكن 10. أما من أحط هايلايت بالنص، واو. Don't come for me. دقيقة خلي أسوي بلندينج. راح أستخدم هذا الكريمي بلاش من فنتي. طبعا أكثر شيء أحبه بهذا البلاش إنه أقدر أستخدمه ويا باودر برودكتس ويا كريم برودكتس. ده حط هسه مرطب على شفتي، لأن تقريبا خلصت من مكياج الوجه، ماكو شيء ثاني أحطه. أستخدم هسه سيتنج سبراي من أوربن ديكاي أول نايتر. جايز طبعا مكياج العين راح يكون كلش بسيط، راح أستخدم هايلايتر بس أحطه بمقدمة العين وأحط مسكارا. That's it. لأن ما عاجبني أحط مكياج. الهايلايتر بس أسوي له بلندنج شوية حتى ما يبين إنه بس هيجي نقطة، أسوي له بلندنج خفيف. بس راح أستخدم هاي من هدى بيوتي المسكارا مالتها اسمها Legit Lashes. جايز طبعا عبارك حطيت فيك لاشز. بنظف المسكارا. طب ما بي حل اعدل بالرسمه مال حواجبي، ف بس مشطتهم ودا احط هسه مثبت وذاتس ات. ذاتس ات جايز، الصور خلصنا المكياج. شفايفي راح اتركها هيجي بس المرطب عليهم، وشعري من البارحه مسويته سو راح اتركها هيجي على طبيعته، فابدل واشوفكم. حبست برا. ما افتحها. نوب علي ده يسمع. ابقى محبوس من 4 الصبح علي بالحمام، ما حد ما راح يفتح لك الباب. خلصت تبديل، خلي اشوف لكم شنو لبست. لبست هذا الجينز صار شويه لو ويست يعني تحت الصره، ولبست وياه هذا البلوز من اومايتي كلش كيوت بي من انا تشيدا برنس، اول مره البسه دشنته وياكم. ولبست هذا الحذاء اللي هو نايكي اير فورس 1 وطلعت هيك اللبسه. عايز حميت شويه بوتيتو تشاب. اللي ما يعرف شنو بوتيتو تشاب، هي كبه يعني كبة عراقية مصنوعة من البوتيتو. طبعا اشتريها جاهزة واني بس احطها بالاوفن، هسه رح ناكل شوية. It's my favorite كبة ever. Guys جبتكم للمكان اللي قلت لكم عليه. اول شيء البودكاست مالتنا هنا الاوفيس. هاي يانا خالد. طبعا خالد ما راح يكون بالبودكاست بس جي ويانا اليوم انا وعلي. علي صلافي. بس طبعا عنده يساعدنا هواي يعني. يس لان هو خبير بالساوند سيستم وهيجي شيء. بس هو هذا الاستوديو، هي انا الرينج لايت مالتي اللي قلت لكم عليها مختفي من البيت، هي انا الاضيه مالتي. واتساب لولو. هلا هلا. هي هاي اللحظه اللي كنت انتظرها طول اليوم حتى تشوفوها. طبعا انت ايش جبت بابا؟ Huh? Why are you looking at it like this? خالد هيجي دايبوا. بقى أنا مش متعود على الكاميرا هيك. Guys طبعا راح أحط لكم اللينك لهذا البودكاست حتى من هسه سووا سبسكرايب، أول ما تنزل أول حلقة توصلكم notifications. فراح أترك لكم اللينك أو أحطه هنا، ما أدري وين راح أحط لكم إياه، بس المهم راح أحط لكم اللينك حتى تسوون سبسكرايب. I'm so excited. ما راح أحكي أي شيء ثاني عنه. أشوفكم هناك على ذيك الشانل. تعال خلي اقربكم علي، ماكو داعي هسه. Hello. دقيقة. Shout out Jordanian girls. Shout out Palestinian ladies. Shout out, I guess.
طبعا جايز ضبطنا كل شيء، صار لنا تقريبا ساعتين وشويه بدنا نشتغل على هاي الاشياء، فخلصنا كل شيء وراح انهي وياكم الفيديو هنا، واشوفكم على المره الجايه. اللي بعد ما نسوي سبسكرايب لا تنسون تسوون سبسكرايب على هذا الشانل وعلى الشانل مال عربيكان اللي راح اترك لكم اياه بالديسكربشن بوكس، وثامز اب اذا حبيتوا هذا الفيديو وتونستوا ويانا. وذاتس ات جايز، انا احبكم كلش هوايه واشوفكم على المره الجايه. باي جايز، مع السلامة جماعة، باي شلة حبايب كل الدنيا، باي باي.